لو انتوا تقبلوا على اهاليكم النضاف انهم يتهانوا وان يجاب يطعن في شرفهم اللي هم انضف منه، على الاقل احنا ما بنطلعش، على الاقل الحمد لله مجدي كامل او النجم مجدي كامل او الدكتور مجدي كامل الدكتور الفنان مجدي كامل ضفره بينقط ادب. الفترة الأخيرة احتل الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الخلاف تخطى كونه مشادة كلامية عبر منصات السوشيال ميديا ووصل لإقسام الشرطة. وبدأت القصة لما ظهرت الفنانة مها أحمد في أحدى فيديوهات البث المباشر على تيك توك مع الفنان الشاب فادي خفاجة، وخلال البث المباشر خرجت مها أحمد عن النص وشتمت عدد من المتابعين اللي تطولوا عليها بألفاظ بذيئة، لأن بعضهم كان معترض على وجودها أساساً ومشاركتها في التحديات عليه. وردت مها أحمد على متابعيها اللي رفضوا وجودها عبر تيك توك وقالت: كل كلمة بيقولوها الخدمات اللي عندك، الخدمات الش... اسم اسم وأنا هقول اسم اسم أقولهم، أنا اللايف في ألف، أنا اللايف في ألف، وأنا ما أقبلش كلمة على أي حد. للأسف أنا أعمل لي ميوت لمين ولا لمين ولا لمين، يعني أنا كمان مش باصص في الكومنتات في اللي أنا فيه ده. لا يا حبيبي أنت معذور، بس قول لهم يا خدمات بطلوا يا كفاية أن أنت تقول لهم يا ش... بس أنا مرضية. وبعد كل اللي حصل ده خرج بعدها الفنان فادي خفاجة في بث مباشر وقال: أنت فين يا اللي جوزك دكتور؟ أنت فين؟ أنت عملت إيه في حياتك؟ أنت عملتش حاجة خالص يعني، كده اشتغلتي ولا وقعدت طول الوقت تقولي اصل انا ابني واصل انا ابني، ابن اهلي كل احترام وتقدير، على راسي، لا على راسي. ست بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ انت بتتاجري بيه؟ دي التجاره؟ كمان الخلاف بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة ما اقتصرش بس على السوشيال ميديا، ولكنه وصل لإقسام الشرطة، فحررت مها أحمد محضر رسمي بقسم تكنولوجيا المعلومات في الجيزة ضد فادي خفاجة. وبعد الخلاف الكبير اللي حصل على تيك توك بين الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة واللي سبب هجوم كبير عليها هي وزوجها، فخرجت الفنانة مها أحمد على تيك توك في بث مباشر بتدافع فيه عن زوجها الفنان مجدي كامل وقالت: لو انتوا تقبلوا على اهاليكم النضاف انهم يتهانوا وان يجاب يطعن في شرفهم اللي هم انضف منه، على الاقل احنا ما بنطلعش، على الاقل الحمد لله مجدي كامل او النجم مجدي كامل او الدكتور مجدي كامل الدكتور الفنان مجدي كامل ضفره بينقط ادب، بيمشي على الارض الارض بتتهز من العلم اللي هو فيه، استاذ مثقف عارف قيمه نفسه، تاريخه حافل بالمسلسلات وبالافلام المشرفه المشرفه، عارفين يعني ايه؟ كل حته كل شعرايه في جسم مجدي كامل بتقول انا محترم، انا متربي، انا ابن ناس، انا ما بشربش السيجاره، مجدي كامل ما بيشربش السيجارة، عارفين يعني ايه؟ في زمن اخبر ما يعلم بيه الا ربنا، مجدي كامل بيدرس تمثيله لوحده، بيدرس الدكتوراه اللي عاملها المجلد اللي انا نفسي مش قادرة اقراه بتدرس للطلبة، حقه هيتاخد بالادب، لان انا جوزي مؤدب، جوزي مؤدب، جوزي وتجراسي وسيدي وجزمته على راسي مؤدب ومحترم وراجل، وراجل بيعرف ياخد حقه كويس، ولا بقى مدمن ولا بيشرب ولا بيعرف نسوان ولا بيروح ولا بيجي ولا بيسهر ولا بيعمل ولا 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 ولا، فاحنا عارفين نفسنا كويس. الناس بقى اللي بتحبنا عايزة تطمن اطمنوا، حقنا هناخده بالقانون. على تيك توك مهما عملته أي برنامج تاني أهلا وسهلا بيه، بيعرض عليا أي ديل هروحه وهشتغل لحد ما موت
لحد ما بقى ست كده كيكوبة وعجوزة ومركبة طقم. هشتغل لأن أنا اتربيت على إن الشقة أحسن حاجة في الحياة. إيش إيه؟ مهما كان جوزك بيصرف عليكي، مهما كان أهلك بيصرفوا عليكي، مهما كنت غنية، والله لو عندي ملايين الملايين هشتغل. والفلوس بتحب الفلوس، الفلوس بتحب الفلوس، وكل ما يكون معاك فلوس كل ما يكونش ليها قيمة. لازم تشتغل، لازم يبقى عندك كيان، لازم يبقى عندك شخصية، لازم يبقى عندك تواصل مع الناس. ما هو الشغل ده تواصل. انت عارفه يعني انك تتواصلي مع الناس؟ ان ما يسيبكيش توحد. انت لما تقعدي في البيت 24 ساعه بتمسحي وبتكنسي وما بتشتغليش وانت معاكي شهاده، حرام عليكي نفسك، لانك هتتصابي بالتوحد، هتتصابي بانك هتقعدي في مجال مع ناس هم بيتكلموا في مواضيع وانت مش عارفه تتكلمي في حاجه، ما عندكيش درايه، ما عندكيش خبره، ما بتشغليش بقك. اللوكلوك الرغي اللي انا برغيه ده، انا برغي ليه؟ الرغي ده تمرين. لازم يبقى عندك طاقه، ولازم تدي الناس طاقه ايجابيه. بينهشوا فيكي لكن تطلعي ملكه، بتدي الناس طاقه ايجابيه. انا كل اللي عليا ان انا طالعه مع احمد بكابوزة الكوميديانه اللي بتدي الناس طاقه ايجابيه، اللي اتحدى اي حد يمسك عليا غلطه. عشان بشتغل على السوشيال ميديا، هشتغل على السوشيال ميديا. انا عايز اقول لكم على حاجه، لو عديتوا النجوم اللي على السوشيال ميديا ده، انتوا هتلاقوا ناس كتير قوي قوي، نجوم كتير قوي من كل الدول العربيه. ده نجوم كمان ايه، بتتعاقد على برامج وبتطلع في البرامج تحكم. واحنا شفنا فيديوهاتي، انا شخصيا شفت نجوم كتير قوي بيحكموا في برامج غنى وبرامج تمثيل، وبينزل لهم دعم، ما بيتقالش عليهم شحاتين ليه. اخر برنامج انا شايفاه لنجم كبير كوميديان، طالع بيكيه، هو طالع في بيكيه في خانة زي ما انا بطلع، وجنبه ناس تانية طالعة بتغني، وبينزله للنجم ده دعم قلب واسد ومش عارف ايه، ومبسوط وبيحكم ومتفق. اكم من النجوم انجم مني على السوشيال ميديا وبيطلعوا وبيلعبوا جولات، نجمات كتير جدا بيلعبوا جولات، ولسه خلي بالكم ولسه جايين وداخلين ومتعاقدين ومتفقين. فبس هي ايه، مها احمد عشان الكاريزما عاليه شويه، مها احمد عشان اللي بيجي ناحيتها بيطلع ترند، ودي حاجه من عند ربنا انا ماليش علاقه بيها والله، ولا ليا ذنب ولا عايز اطلع ترند، انا كفايه ان انا محبوبه. فريحوا نفسكم وريحوا بالكم، وانا مش هسيب التيك توك ولا هسيب اي برنامج هدخله. ولو رحت اشتغلت بس مش في مصر، في اي دولة عربية، اشتغلت في مكتب، اشتغلت في شركة، اشتغلت في بشهادتي في مدرسة في حتة، اشتغلت مش عارف ايه، هروح اشتغل. هتسألوني ليه بقى ما تشتغليش في مصر في اي مكتب ولا شركة ولا مش عارف ايه؟ عشان هتعاير هناك، ما حدش هيشوف، وهناك خلاص هبقى سلطان الزماني ماليش علاقة. لكن هنا احنا بنعاير بعض، ودي مشكلة كبيرة جدا. ما بنقولش الله دي الست دي مكافحة، الله دي الست دي مجاهدة، الله دي الست دي مثل للست فعلا اللي دولتنا بتنادي ان ما فيش ست تقعد في بيتها، والستات من حقهم انهم يشتغلوا زيهم زي اي راجل. احنا كل توجهات بلدنا ان احنا نشتغل، نثبت وجودنا، ان الست مكافحة، ان الست لازم تشتغل، مش لازم تقعد في البيت، مش لازم تعتمد على سواء جوزها، على سواء مرتب، على سواء ابوها ميت وليها مش عارف ايه، على سواء امال انت هتحسني من نفسك؟ انت طموحك هيجي امتى؟ هيبقى عندك طموح امتى؟ طول ما انت عايزه لازم تبقي طموحه على فكره. والطموح ان انت يبقى عندك فلوس ده مش عيب، مش عيب خالص. واللي يقول لك عيب ويقول لك شعارات ولا والفلوس وانا مش عايزه فلوس، المهم النفسيه، لا ما فيش الكلام ده. انت كل حاجه بتشتريها بفلوس، كل حاجه بتشتريها بفلوس، هتجيبيها منين؟ هتجيبيها كلام ورغي؟ هتجيبيها شعارات؟ اللي اول ما تقعي وتموتي وتترمي في مستشفى قبل ما تموتي وما تلاقيش حد يصرف عليكي، ها؟ هيدوها لك طموح؟ هيدوها لك طموح مش عارف ايه وشعارات وحاجات؟ مش هيحصل.
ما حدش هيديكي قرش. انا كل ده بوجهه لاي ست، سواء فنانه مش فنانه، اي بنوته. اشتغلي، لو اتكلمت عن نفسي انا اكم من الفنانين ماتوا شحاتين، ماتوا مش لاقيين العلاج، والتاريخ هو اللي اثبت كده، مش انا. انا مش بتبلى ولا انا بقول كده من دماغي، التاريخ بيقول ان فنانين كتير قوي 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 ماتوا بمساعدات زمايلهم، اما لموا من زمايلهم كده علشان خاطر يعالجوهم، وفنانين كانوا نجوم ومطلوبين جدا. الصح انك تشوفي الغلط اللي اتعمل وتعملي عكسه. يعني انا واحده من الناس لما اشوف ان التاريخ بيقول، تاريخ ايه؟ ذاكري يا ايمان كده وادخلي على السوشيال ميديا وانت هتعرفي. لما انا اتعلم بقى من الزملاء اللي فاتوا او الاساتذه اللي فاتوا، ها، اللي ما امنوش نفسهم عشان ما يحتاجوش لحد، هعمل اللي انا بعمله، هشتغل هشتغل. انا مش، وبعدين انا بحمد ربنا ان انا بالظروف اللي انا مريت بيها، ومش هتكلم عنها، ان انا ما روحتش ادمنت زي اللي بيدمنوا، وعشان انسى افضل اشرب 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 واطلع على السوشيال ميديا اقلع مالت وبهدل الدنيا واقول كلام ملوش اي 60 لازمه وابقى واجهه غير مشرفه. محدش شاف مني كده. الحمد لله ان انا من كتر المهدئات اللي كنت باخدها ان انا ما بقتش مدمنه مهدئات. انا بشكر ربنا. الحمد لله ان انا ما روحتش ادمنت كوك ولا ادمنت بودره ولا ادمنت حقن. لا، انا ما عملتش كده. انا اشتغلت وفضلت مصره ان انا اشتغل. ده احسن ولا ان اروح ادمن وتقولي يا مدمنه وتعايروني واولاده يتعايروا واولادي يتعايروا بيا؟ الحمد لله رب العالمين، احنا بنراعي ربنا. ما بنتدهولش بقى، ما بنشتغلش نقوم متدهولين بقى ومبعبعين واخدين حاجات ونبربر ونعمل ونريل ونطلع باسوأ صوره في التاريخ. انا ما عملتش كده. انا اشتغلت. ليه اعداء؟ اه ليه اعداء. في ناس بتلفق فيديوهات، اه في ناس بتلفق فيديوهات وموجوده على اليوتيوب، كل الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب ملفقه. ملفقه مش ليه لوحدي، لناس كتير. ليه؟ لان برضو الترند، وان الناس لما بتلفق فيديوهات زي الفيديو اللي متلفق ان انا بشتم الناس ومش موضحين وعمالين يقولوا تي 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 على حاجات انا ما قلتهاش، ملفق. انتوا بقى كجمهور متضايقين قوي من ان انا اتهنت ورديت، لما انتوا متضايقين قوي كده تعالوا هاتوا الفيديو وروحوا معايا بقى اللي مش عارف المكان اللي بيحللوا فيه ان الفيديو ده ملفق ولا لا، وادفعوا واصرفوا علشان تتاكدوا عشان انتوا زعلانين. انا مش هعمل كده. عارفين ليه؟ لان الناس دي ولا تسوى، لان الجريده اللي عملت كده صفرة. وميت مره انا طول عمري بقول بلاش تجروا ورا الجرايد الصفرة، خليكوا مع الجرايد المحترمه، بلاش تجروا ورا القنوات اللي بتلجا للترند واللي عايشه على التيك توك والمذيعين اللي عايشين على التيك توك واللي هم عايشين على هري التيك توك. الجأوا للمذيعين اللي فعلا تقدروا تسمعوا كلمتهم وتبقى الكلمه فيها مصداقيه وكلمه صح. بتعتبوا على ايه؟ مفضيين نفسكم وبتنهشوا في لحم حد بيشتغل وبيشقى على ايه؟ بدل ما تروحوا تشتغلوا، بدل ما تروحوا تلاقوا لقمه تاكلوها، بدل ما تروحوا يبقى عندكم طموح ان انتوا تحسنوا من عيشتكم. انا مش هتنازل عن الشغل، مش هتنازل على التواجد. الله، ما انا عايز اقول لكم على حاجه، هم مش مشاهير التيك توك كلهم بقوا بيمثلوا دلوقتي؟ كخه بقى ان المشاهير الفنانين يجوا يطلعوا على التيك توك ويتشهروا اكتر؟ بقينا كخه؟ اما المشاهير التيك توك اللي متاخده في الافلام، في كل الافلام وفي كل المسلسلات، دول حلوين؟ سمعتهم حلوه؟ بيشتغلوا على التيك توك انضف مننا؟ احسن مننا؟ عندهم كاريزما اكتر مننا؟ بيمثلوا احسن مننا؟ وهم بيشتغلوا، وبيشتغلوا في مسلسلات واحنا قاعدين في بيوتنا، والله ما لا اعتراض، لان ده رزق. ورزقكم في السماء وما توعدون. ربنا، ربنا باعت لهم رزق، ربنا مخلي عندهم نسبة كاريزما بس مش زينا، بس خلاص. منتجين، مخرجين، شركات واخدينهم. ليه؟ عارفين ليه؟ لان التمثيل دلوقتي بيجري ورا الترند.
بقى في بقى فنانين مدمنين بيجروا ورا الترند عشان يتشافوا اكتر، دول لازم يتعاقبوا. اما بقى بالنسبه لاسئلتكم كلكم اللي الناس كلها عماله تهري وتنكت عشان انا ارد واطلع، على فكره انا ممكن استغل جدا اي حاجه، لو انا ست استغلاليه وكل القنوات اللي طالباني اطلع وبفلوس، وهلم فلوس على قفا التيك توك بالهبل، وهطلع هانم ونجمه لان ما يقدروش يطلعوني اقل من كده، واطلع اتكلم واسترزق. بس ليه اضيع وقتي في رغي ولت وعجن وترند فيك؟ ترند فيك من واحد مدمن وجريده صفرة، ترند فيك عشان الجريده تتشاف، ومهما عملت مش هتتشاف ومش هتحقق غير بالوساخه، بالمنشطات اللي مش كويسه، بالمنشطات اللي بتهين الناس، زائد بعض الناس من الزملاء المدمنين اللي انتوا عارفين الزميل ده لو كان عنده شخصيه وقادر يواجه ويتكلم، ولو فعلا عارف ان في غلط، نمره واحد ما كانش شارب، والله اعلم هو شارب ايه، ممكن ما يبقاش خمور بس، علشان الجراه وقلع الهدوم في اللايفات وقلع الهدوم على الملأ والكلام زي الشمحطجيه والمش عارف ايه والمعلمين والتمثيل الاوفر، ها عمره ما كان هيجيله جراه انه يطلع غير لما يكون مخدر، لان في مخدرات، واسالوا اهاليكوا، في مخدرات بتخلي الشباب تطلع جريئه وتعمل عمايل وفي الاخر يقعدوا يعيطوا ويحطوا ايدهم على خدهم. لو هو عنده الجراه انه يواجه النجوم اللي على حق، اللي هو بيقول لهم يا اساتذه، اللي نجم من النجوم ده كان استاذه في يوم من الايام وعلمه من علمني حرفا صرت له عبدا، ها الاستاذ اللي هو كان بيجري وراه في المعهد صباح الخير يا استاذ صباح الخير يا استاذ عشان يرد عليه، لو هو عنده الجراه كان قال اسمه، لكن ما يقدرش.